ضمن التحديات اللي فيها تغلب فيها المرأة هي تشيل فكرة الخوف من بالها أبداً أبداً أبداً. أنت قادرة على كل شيء، تقدر تعملي أي شيء. الأخص أنه كتير علينا نحن هون بفترتنا، ونحن كهون موقعنا في سوريا، يعني من موضوع القصف، من موضوع التهجير، من موضوع الضرب، من موضوع الحالات الطبية اللي جداً تكون صعبة وسيئة بالنسبة لإلنا. فهذا الشيء كان بالنسبة لي يعني تحدي أني عن جد حط إيدي بهذا الموضوع، بكون إنسانة فعالة بهذا الشيء. رغم الظروف الصعبة اللي مرقت فيها المرأة، خاصة فترة الزلزال، كانت المرأة صابرة، كانت مساهمة بهاي الفترة كثير، خصوصا النساء اللي العاملين بالمجال الطبي، مجال الصحي، إن كان طبيبات، قابلات، ممرضات، ظلوا بقيانين بالمشافي، يستقبلوا الحالات، يستقبلوا النساء، بالرغم أني هني كمان مرقوا بنفس هاي الظروف. في كتير نساء فقدوا أزواجهم، كفوا بمسيرتهم اللي كانت المهنية أو دراسية بوجود أطفال أو عدم وجود أطفال، كفوا ونجحوا وطوروا وحققوا ذاتهم، صار لهم اسم فعال بهذا المجتمع.